علينا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض رامي عبد الرحمن من كوفنتري. أهلا بك أستاذ رامي. دعنا في تفاصيل هذه الغارة لو سمحت. نعم صباح الخير. طبعا الولايات المتحدة قالت أنه مستودع للعتاد، لكن هو مستودع أسلحة. هي عدة نقاط استهدفت، لا نعلم لماذا يقولون نقطة واحدة. هناك مطبخ تابع للميليشيات الإيرانية أو للقوات الإيرانية الموجودة في دير الزور والعاملين معها من الجنسية السورية وغير السورية، مستودع للذخيرة، وأيضا مقر عسكري في مدينة دير الزور ومحيطها. 9 قتلى في هذا الهجوم، بينهم 3 من الجنسية السورية العاملين مع القوات الإيرانية. عندما نقول عاملين مع القوات الإيرانية، ليس جميع العاملين مع القوات الإيرانية هم من العسكريين، لأن هناك من هم يعملون مع هذه القوات الإيرانية العاملين في المطبخ ليسوا من العسكريين على سبيل المثال. لكن بعد هذا القصف الأمريكي كان هناك 6 انفجارات دوت فجرا في محيط قاعدة حق العمر التي تعتبر أكبر قاعدة أمريكية في سوريا. تبع الانفجارات استهداف لمناطق في غرب الفرات، مناطق سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية في الميادين ومحيطها من قبل القوات الأمريكية الموجودة في حق العمر. إذا ما زال يعني ما زالت الضربات وردود الفعل والضربات الأخرى تتواصل سواء بين القوات الأمريكية وما هذه يعني لكن المفارقة أن 26 مرة استهدفت القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية بجميع الاستهدافات كانت تبني بما تعرف بالمقاومة الإسلامية من العراق، لم يكن تبني لأي فصيل من داخل الأراضي السورية، بينما الغارات الأمريكية كانت 3 مرات على الأراضي السورية وعلى قوات داخل الأراضي السورية. لماذا لا يردون داخل العراق؟ لا نعلم. هل يخشون انتفاضة شعبية في العراق ضد القوات الأمريكية؟ لذلك أقول بأن الاستهدافات والتبني كانت من داخل الأراضي العراقية، سواء المسيرات إلا مرة أو مرتين كانت من داخل الأراضي السورية، أو الصواريخ دائما هي من داخل الأراضي العراقية. شكرا جزيلا من كوفنتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض.